كان كاتب ذاكر نموذج قصة انتحار النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري واستدل بها برضو ينفع النبي ينتحر يا جماعة حرام عليكم. قلت لكم البخاري ده بيألف عن الناس البخاري يعني، فبرضو القصة دي مذكورة في البخاري، شرحها يجي ازاي عشان برضو الناس ما تنخدعش بكلام هؤلاء يعني. طبعا هو يعني لازم نعرف حاجة في العزو إلى البخاري، موضوع كتاب البخاري إيه؟ اسم الكتاب إيه الأول؟ اسم الصحيح المسند المختصر من أيام النبي صلى الله عليه وسلم وسننه، أو من سننه وأياما. يبقى أنا عندي المسند الجامع المسند الصحيح، نعم. يبقى موضوع كتاب البخاري الحديث المتصل، نعم. البخاري فيه معلقات، المعلقات الكلام محذوف الإسناد، نعم. أو الراوي في الإسناد سقط، وأنا طبعا بعتمد على أساس أن أنا هنا في القناة شرحت الحديث المعلق كثيرا، نعم. فأكيد يعني المتابعين هيكون فاهمين يعني إيه معلق، نعم. لو أنا حبيت أأتي بحديث المعلق زي قول البخاري مثلا إيه يستحلون الحرة والحريرة والخمرة، ده لا لا ما لا, نعم. لا لا ما هجيب حاجة يعني أوضح من كده، نعم. مثلا في لما في الصلاة خلف المبتدع، نعم. باب الصلاة خلف المفتون والمبتدع، نعم. يعني هل تجوز أم لا؟ قال الحسن صلي وعليه بدعته، نعم. حسن البصري، نعم. ما قالش حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن الحسن، إنما ما قال قال الحسن على طول. طب البخاري أدرك الحسن البصري؟ لا ما حصلش، نعم. يبقى لازم الإسناد واقع، الإسناد الواقع ده يبقى كلام الحسن ده معلق، اسمه، نعم. معلق يعني، نعم. فأنا إذا ذكرت هذا الكلام ونسبته إلى البخاري لابد أن أقول الآتي: وأخرج البخاري في صحيحه معلقا، نعم. أن الحسن قال، نعم. لكن لو قلت وأخرج البخاري في صحيحه عن الحسن يقول لي أنت أخطأت في عزو هذا البخاري، نعم. لأن موضوع كتاب البخاري الحديث المسند، نعم. لكن ده معلق ما فيش، نعم. إسناد، نعم. المتصل، طيب. نعم. المتصل، نعم. قصة بقى انتحار النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث ده رواه البخاري في مواضع من صحيحه، رواه من طريق الزهري عن عروة عن عائشة اللي هو إيه؟ اللي هو أول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية الصادقة، نعم. كان يرى الرؤية تأتي كفلق الصبح، نعم. وبعدين ذكر أنه في غار حراء ونزل يأتي جبريل عليه السلام وقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، اللي هو الحديث ده كله. فالبخاري روى هذا الحديث من طريق عقيل بن خالد، من طريق يونس بن يزيد، من طريق معمر بن راشد، الثلاثة دول عن الزهري عن عروة عن عائشة، يبقى متصل أهو، نعم. في الموضع الأول والثاني ما ذكرش القصة بتاعت انتحار النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر هذا في كتاب التعبير في أواخر صحيحه، نعم. ومن رواية معمر خلاص، بس لما جت قصة انتحار النبي قال البخاري قال إيه؟ وقال الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتر الوحي كان يأتي رؤوس شواهق الجبال فيريد أن يتردى فيتبدى له جبريل يقول له إنك رسول الله حقا فيسكن جأشه، نعم. يبقى البخاري ميز هذه الفقرة عن الحديث المتصل، نعم. ما قالش قال الزهري حدثني عروة عن عائشة، نعم. إنما قال الزهري، فده اسمه مرسل أو رواه الزهري بلاغا كما وقع في بعض الكتب الأخرى خارج البخاري، نعم. طب الزهري لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، فالقصة مرسلة، نعم. فلا يجوز لأحد أن يقول رواه البخاري في صحيحه ويسكت، نعم. بل لابد أن يقول إما رواه البخاري مرسلا وإما أن يقول رواه البخاري بلاغا، نعم. تمام، نعم. لأن البخاري ميز، نعم. لو كان البخاري ما قالش قال الزهري وخضم المتنين على بعض، نعم. كان يبقى عندهم حق في العزو إلى البخاري، نعم. لكن طالما أنه ميز أن هذا من كلام الزهري وليس من رواية الزهري عن عروة عن عائشة، نعم. يبقى لا يحل لأحد أن يقول رواه البخاري ويسكت، نعم. دي نمرة واحد. نمرة اثنين أن هذا كان كما يقول العلماء قبل أن ينبأ،
كما قال بعض العلماء. نعم. تمام. والإسماعيلي له توجيه لطيف جدا الحقيقة، ما أظنش البرنامج هاسع أن أنا أقول توجيهه، لكن أنا عايز اللي عايز يعرف توجيه هذا الكلام فليذهب إلى كتاب التعبير من صحيح البخاري في كتاب فتح الباري شرح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني. تعبير، تعبير الرؤى ولا تعبير التعبير؟ اه تعبير الرؤى. نعم. ما في البخاري له كتاب اسمه كتاب التعبير. نعم. اي تعبير الرؤى. نعم. يروح لفتح الباري ويقرا كلام الاسماعيلي، ابو بكر الاسماعيلي الامام الكبير صاحب المستخرج البخاري، يقرا كلام الاسماعيلي وتزكيه الحافظ ابن حجر العسقلاني لكلام الاسماعيلي، كلام معقول جدا. نعم.